بالضبط. بالتالي انا بس سؤالي لك يا شيخ او لك يا شيخ انه هم هل كل هدفهم الوصول الى سدة الحكم ولا نشر هالمذهب لانه هم اكيد انهم ما تمذهبوا الا ليصلوا الى وسيله او الى غايه عفوا. جميل ابو جاوب وسيله. انا عندي السؤال قبل اجاوب الشيخ. تفضل يا ابو. انا ما ادري انا وش الوسيله اللي يقنعون فيها صغار السن، وش المبدا اللي يتخذونه؟ غسل ادمغه يا شيخ. بالنسبه لما ذكره قضيه السلطة وقضية العقيدة، الحقيقة عندهم هما متلازمان. يعني السلطة لا يمكن أن يسلم الناس لطالب السلطة، الإنسان الذي يبحث عن السلطة ويظهر بأنه باحث عن السلطة لا يمكن أن يسلم له أحد، لذلك لابد أن يغمر هذه السلطة في يعني في قالب العقيدة، لأنه لما يأتون الناس هذه هي العقيدة فالناس تقبل، لكن لما يقول نحن نريد أن نحكمكم يا شعب اليمن الناس ما تقبل. فلذلك السلطة والعقيدة متلازمان، فلا يمكن أن يستغنوا عن العقيدة لأن الناس لم يقبلوا إلا بها، ولا يمكن أن يستغنوا عن السلطة لأنها هي الهدف الأساس. وفي الأخير هي أجندة تنفذ، وما الحوثيون إلا أداة لإيران بالضبط وحزب الله. فيه بس يعني تأكيد لكلام الأخ بن دفنة، يعني لما ننظر إلى ما يحصل مثلا في العراق، معروف أن داعش وراه إيران وغير إيران من المخابرات العالمية أحيانا، طبعا هي دائما في بلاد السنة غالبا يعني عملها وعملياتها، لكن أحيانا تأتي وسط بغداد أو في أماكن أخرى. تأتي وين؟ تأتي في أوساط الشيعة العرب وليس في أوساط الشيعة الذين يعني أصولهم فارسية. تجدها في مدينة الصدر، تجدها هنا، تجدها هناك، من التجمعات العربية الشيعية. ولذلك يجب على شيعة العرب سواء كانوا في اليمن، سواء كانوا في المملكة، سواء كانوا في الإمارات، سواء كانوا في أي منطقة، أن يعرفوا أنهم إذا قضوا اليوم على أهل السنة، لو فرضنا ونسأل الله أن لا يمكنه ولا يمكنه الله عز وجل، لو قضوا على أهل السنة فإن المرحلة الثانية أن يقضوا على هؤلاء الشيعة الذين يختلفون معهم في النسب وفي العرق. المنطقة الخضراء في بغداد، أنا لي أيضا وإضافة بس بدنا نذكر المنطقة الخضراء في بغداد، الذباب الأزرق ما يدخلها، يدخل داعش يفجر فيها. وكيف دخل وش دخله والهدف هو إشعال الفتنة، ما بإشعال الفتنة. طبعا داعش بعيد عن أهل السنة، هذا الخوارج إرهابيين بعيدين كل البعد، فيدخلون المنطقة الخضراء المحصنة، المنطقة التي تعتبر منطقة مثل ما نذكر منطقة الدبلوماسيين، ما حد يدخلها، يدخلون يفجرون. من ساعدهم؟ من دعمهم؟ من دخلهم في المكان؟ أخوي سعد عندك قصيدة أكيد، سعد دائما شاعر.